السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت اليوم إن شاء الله نتكلم عن أنواع الكومبوزيت المختلفة، سواء الكومبوزيت الكونفنشنال، كومبوزيت المايكروفيل، كومبوزيت الهايبريد والنانو، هايبريد والنانو فيل. نعرف الفروق من هاي الأنواع المختلفة من الكومبوزيت والسبب اللي دعت إلى الحاجة لحتى تظهر كل هاي الأنواع وتطبيقاتها السريرية وما تقدم لنا من مزايا وما تعاني من مساوئ. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، يسعدني تلقي أي استفسار أو اقتراح. أتمنى أيضا تدعمونا من خلال الاشتراك والمشاركة واللايك والتعليق. بعد هذه المقدمة خلونا نتعرف على الأنواع المختلفة للكومبوزيت من خلال تصنيفها على أساس حجم الفيلر، لأنه الحقيقة هو التصنيف الأكثر فائدة لنا من الناحية السريرية والأكثر وضوح من ناحية خواص الكومبوزيت الجمالية والميكانيكية. النوع الأول هو الماكروفيل أو الكونفنشنال كومبوزيت أو الكومبوزيت التقليدي. هو الحقيقة أنواع الكومبوزيت اللي ظهرت تقريبا في الستينات، كانت أول نوع من أنواع الكومبوزيت. حاليا طبعا ما عاد موجود هذا النوع. كان الفيلر فيه هو نوع من أنواع الكوارتز، فيلر غير عضوي بوزن تقريبا كان نسبة 70-80%، وزن بنسبة 20-30% حجم. طبعا هذا النوع من الكومبوزيت تتميز بانه كانت قصارته عاليه وبالتالي خصائصه الميكانيكيه بشكل عام عاليه، لكن كان الحقيقه بيعاني من بعض الدروباكس اللي كانت تسبب مشكله في الاداء السريري. الاولى هي الحقيقه انه بسبب كبر حجمات الفيلر هي كانت يحصل لها نوع من الانسلاخ من القالب، تطلع فتعمل لي نوع من البروسيتي في سطح الكومبوزيت فتعطيني خشونه. ايضا بسبب كبر هذا الحجم اللي صعب تلميعه، فكان ايضا هي خشونه اضافيه قدم السطح، مما يؤدي كان هذا الامر لتلون سريع للحشوات. طبيعه الحال كان سحل السن المقابل كان ايضا من المشاكل اللي نشوفها معه، صعوبه التلميع مثل ما قلت، كانت تقريبا متقاومه الانضغاط اكبر الى 4 أو 5 مرات من الريزن الغير مملوء اللي كان ايضا معروف في هذاك الوقت، كان تقريبا بين 250 ل 300 ميجا باسكال. مقاومه انضغاطه مقاومه التوائه تقريبا اكبر بمرتين من الانفيلد ريزين، كانت معامل المرونه فيه تقريبا اكبر من الانفيلد ريزين بحوالي 4-6 مرات، قصاوي تقريبا 55 على قياس نوب يعني، وكان بيعاني من معامل تمدد حراري اقل لانه الفيلر كان اعلى، من ظلاليه ايضا قليله اقل من العاج، فكانت هي ايضا من الدروباكس. كانت ايضا مثل ما قلنا مقاومه سحله منخفضه. كان طبعا في مشكله انه هو ايضا بسبب عدم الظلاليه الشعاعيه استعملوا الباريوم وسترونتيوم كزجاج مالئ لحتى يحصلوا على هاي الظلاليه. والحقيقه انه اضافه الباريوم وسترونتيوم مو بس اعطتني ظلاليه شعاعيه، هي ايضا حسنت نعومه السطح، لكن كان لا يزال الاداء السريري غير مقبول. الحقيقه كانت هي المشكله انحلت جزئيا من خلال هاي الاضافه، لكن كان لا يزال هناك الكثير من الدروباكس اللي تحتم على الفاكتشرر انه يعملوا تطوير لهي النوع. طبعا حسنوا بحجم الجزيئات مثل ما انه كان بيتفاوت من 10 ل 80 ميكرون، لكن حتى مع تصغير حجم الجزيئات نحن لا نزال عم نحكي عن ماكرو فيل بارتيكلز. فاتجهت بعد هيك المصنعين لانه يحلوا هي المشكله من خلال الانتقال لحجم جزيئات اقل، فتوجهوا الصناع نحو صناعه الكومبوزيت النوع النمط الثاني اللي هو المايكروفيل كومبوزيت. هون نحن عم نحكي عن كومبوزيت بحجم جزيئات تقريبا أقل من 1 بالعشرة ميكرون، تقريبا من 40-50 نانومتر، يعني تقريبا 4-5% مايكرون. فصار طبعا الفيلر بهاي النوع كان تقريبا بنسبة 50-60% وزن، فهو أقل مما هو عليه مع الكونفنشنال. هذا النوع من الكومبوزيت تميز بخصائص بصرية عالية، كان تجميلي وهذا شيء طبيعي مع صغر جزيئات الفيلر، لكن الحقيقة كان بالمقابل هناك خصائص ميكانيكية ضعيفة، لأنه بنعرف نحن أنه جزيئات الفيلر كل ما كبرت وأخذت حجم أو وزن أكبر داخل الماتريكس كل ما تحسنت الخواص. فأيضا كان يعاني هذا النوع من الكومبوزيت من امتصاص الماء، لأنه نحن بنعرف أنه الريزن ماتريكس كل ما كان أكبر كل ما كان امتصاصية الماء أكبر في الكومبوزيت. أيضا عانى من معامل تمدد حراري مرتفع، من تقلص تصلبي بسبب الماتريكس الريزن ماتريكس، فهذا كله الحقيقة أدى لأنه يصير في عندي نكس نخر مع هاي الأنواع من الكومبوزيت. بدأت الأمور طبعا بإضافة الفاين بارتيكلز، كان تقريبا بين 4 بالعشرة إلى 3 مايكرون
بنسبة 70-85% وزن، اللي أعطاني طبعا خواص جمالي أفضل من التقليدي، خواص تلميع نحومي أفضل من التقليدي، لكن لم يكن التجميلية مقبول. فمن هون انتقلوا لأنه نوع استخدام جزيئات 40-50 نانومتر اللي هي مايكروفيل، اللي ظهرت طبعا في السبعينيات. أيضا كمان بهي الفترة بالسبعينات ظهر الميدفيلر اللي هو كان عبارة عن جزيئات 8-10 ميكرون. الحقيقة أول ما ظهرت هاي الحشوات حلت سريعا بدل الحشوات اسمنت السيليكات، لأنه كانت أكثر تجميليا مع بعض الخصائص الأفضل، لكن الحقيقة كان لا يزال هناك مشكلة من ناحية الأداء السريري، من ناحية القوة، ومن ناحية خشونة السطح والتغير اللوني. طبعا هذا النوع بسبب أيضا الجزيئات الدقيقة جدا داخل القالب الراتنجي والحجم القليل للفيلر بشكل عام داخل القالب الراتنجي، كان في عندي مشاكل في كان يعني الانسياحية تبع المادة زايدة. فللتغلب على هاي المشاكل عملوا الحقيقة تعديلين. التعديل الأول كان هو أنه هن وضعوا كومبوزيت مايكروفيل بس بريكيور، يعني تم تصليبه بشكل بدئي ويتم وضعه مع المايكروفيل اللي غير متصلب داخل الريزين ماتريكس. فصار في عندي طبعا البريكيور هذا مايكروفيل بيتم تصليبه، بيتم طحنه تقريبا بجزيئات من 1-20 مايكرون، تنحط مع جزيئات 40-50 نانومتر اللي هي المايكروفيل، بيحصل نوع من الالتصاق الكيميائي بين المادتين. فكانت الشركات عم تدعي انه هذا الحقيقه حسن بالخواص سواء من ناحيه اللزوجه او حتى من ناحيه التنعيم. فصار في عندي نوع من الهيتروجينوس مايكروفيل، هذا اللي نحن شفناه في الشكل او لما استعرضت الاشكال المختلفه للكومبوزيت بناء على حجم الفيلر وتوزعها. الطريقه الثانيه اللي كمان عملتها الشركات هي انه جابوا جزيئات صغيره خبزوها من المايكروفيل ضمن جزيئات الفيلر الكبيره، يعني دخلوها ضمنها مو بجانبها، وبعد هيك غمسوها في المونومير واضافوا جزيئات جديده للمايكروفيل. فكمان هي كانت الطريقه عملت لي نوع من التحسين بلزوجه الماده وخصائصها. ايضا للتغلب الحقيقه على خشونه السطح اللي كانت مع الكونفنشنال كومبوزايت، استخدموا نوعيه فيلر مختلفه. احنا شفنا انه مع الكونفنشنال كان الكوارتز عم يستخدموه، هون دخلوا الكوليدال سيليكا يلي الحقيقه كانت اصغر تقريبا، او قدروا يحصلوا على جزيئات اصغر 200-300 مره، وقدرنا نحصل على هذا حجم الجزيئات وزادت من السطح. بس الحقيقه كان في عندي بعض المشاكل اللي هي منها مثلا انه مقاومه الانضغاط كانت اقل من حوالي 250 ميجا باسكال، مقاومة الالتواء تقريبا 30، كانت أقل قساوة أيضا من الأنواع السابقة، وأعلى تمدد حراري قساوتها كانت حوالي 25 على كنوب. استخدمت الحقيقة بشكل أساسي بالأسنان الأمامية، لكن الحقيقة كان بسبب هي الخواص اللي حكيناها تعاني مع الحشوات الكلاس 4 والكلاس 2 من انكسار خصوصا عند الحواف، فهذا كمان كان يضيف للمشاكل السابقة كان يلحدوث نكس نخر. بعد هيك الحقيقة ظهر نوع من الكومبوزيت للتغلب على كل هاي المشاكل، ظهر نوع من الكومبوزيت المايكروفيل 2-5 ميكرون كان فيه، مع الجزيئات المايكروفيل اللي حكينا عنها اللي وصلت من 1-10 لـ1 ميكرون، مزجوا النوعين ليحصلوا على شيء سموه الميني هايبريد، وهون كانت بداية الهايبريد كومبوزيت في السوق. كان ايضا من الاسباب انه ضافوا لهذا البريكيور كومبوزايت انه هم يقللوا الشرينكج، انه هاي الجزاء اللي متصلبة اساسا فما بتحصل لها تصلب جديد، فهذا كمان بيقلل التقلص التصلبي، لكنه بالمقابل ممكن يزيد التمدد الحراري. وبالتالي ظهر الهايبريد كومبوزيت اللي كان فكرته الاساسية او الحاجة له اللي دعت لصناعته هو تحسين ملوثة السطح عن الكونفنشنال وتحسين الخصائص الميكانيكية عن المايكروفيل. هون استخدم النوعين من الفيلر، الكولويد سيليكا اللي كان موجود مع المايكروفيل بتراكيز تقريبا 10-20% وزن، واستخدموا الكوارتز او استخدموا زجاج اكاسيد معدنية تقريبا بنسبة 45-70% وزن بمعدل حجم تقريبا الجزيئات كانت 4-10 لـ1 ميكرون. فصار في عندي مزيج من فاين ومايكروفاين، فصار في عندي نوعيات مثل مايكرو هايبريد والنانو هايبريد. التسمية بحد ذاتها الحقيقة تتبع أصغر جزيئات أو حجم جزيئات موجود. لو كان أصغر حجم جزيئات هو مايكروفيل فكان يدعى بالمايكرو هايبريد، ولو كان نانوفيل فكان يدعى بالنانو هايبريد. فهو مش نانو حقيقي، لا هو نانو هايبريد،
راح يكون في نوعين من الجزيئات بالمايكرو هايبريد. كان عندي الفاين تقريبا 1/10 لـ3 ميكرون، والمايكرو تقريبا نص لواحد ميكرون بنسبة تقريبا 77 لـ85%. فعمل لي نوع من التمازج بين الخواص الإيجابية للمايكرو وللكونفنشنال. أما بالنانو هايبريد لا، فصار في عندي الفاين هو لا يزال تقريبا 3/10 لـ1 مايكرون، أما النانو بارتيكلز فصارت تقريبا 2% ميكرومتر لـ5% ميكرومتر، أيضا بنسبة وزن تقريبا 75 لـ80%. طبعا بطبيعة الحال النانو هايبريد أعطاني خصائص جمالية أفضل من المايكرو هايبريد، أعطاني خصائص ميكانيكية أيضا أفضل، لأنه صار في الإمكان أنه نحط حجم فيلر أكبر بسبب هذا الحجم الجزيئات الصغير. فينا نتخيل الحقيقة حجم جزيئات النانو هايبريد لما عم نحكي 2% لـ5% ميكرون كأنه هي أصغر بمئة مرة من قطر الشعرات. فهذا بالتالي الحقيقة كان الهدف الرئيسي من أنه تحول النانو هايبريد هو تقليل التقلص التصلبي وتحسين القوة بشكل عام. مع هذا النوعية من الكومبوزيت الهايبريد كومبوزيت كان عندنا خواص مقاومة انضغاط أعلى من السابق تقريبا 300 لـ350 ميجا باسكال، مقاومة الالتواء كانت أيضا قريبة، القساوة أيضا قريبة للأنواع السابقة. أعطاني الحقيقة خواص تجميلية منافسة للمايكروفيل مع خواص ميكانيكية أفضل، أيضا وجود الأكاسيد داخل الفيلر أعطاني ظلالية أكثر من الميناء، وهذا الحقيقة خواصية مهمة جدا لحتى نميز نكس النخر لما نعمل أشعة، لما يكون الحشوة ضليلة بشكل كافي فينا نشوف أي نكس نخر تحته. وبالتالي الهايبريد كومبوزيت الحقيقة اكتسح السوق بالثمانينات طبعا أول ما ظهر، ولغى المايكروفيل اللي صار الحقيقة نطاق استخدامه الآن قليل جدا، وبالتالي الهايبريد كومبوزيت صار ممكن استخدامه مع حشوات الصنف الرابع والثاني اللي كانت الحقيقة دروباك بالنسبة للمايكروفيل، وكان طبعا مستحيل بالنسبة للصنف الرابع استخدامها مع الكومبوزيت التقليدي. بالرغم من النتائج اللي حقق ليها الهايبريد من رغم التحسين الكبير اللي صار على خواص الكومبوزيت عما قبل، لكن لا يزال الحقيقة كان هناك بعض الدروباكس اللي كانت مشاهدة سريريا، سواء من ناحية التغير اللوني سواء حتى كخصائص جمالية عالية. نحن وصلنا لخصائص جمالية مقبولة، فكان لا زال هناك حاجة الحقيقة سريرية لأنواع أو لتحسينات على الكومبوزيت. وبالفعل 3M عملت من خلال تقنية النانو فيل اللي كانت هي الرائدة فيها، عملت لنا كومبوزيت بحجم جزيئات الحقيقة تقريبا من 5 لـ100 نانومتر، يعني تقريبا 5 بالـ1000 ميكرومتر وصل حجم الجزيئات الناعمة. فصار في عندي أنواع النانوفيل اللي فيها جزيئات ناعمة جدا بحدود 5 بالـ1000 ميكرومتر، وأيضا جزيئات تقريبا 2%. فكنا شفنا كيف الهايبريد كومبوزيت أعطاني بنوعي سواء النانو هايبريد أو المايكرو هايبريد اللي حكينا عنهم، فكانت النتيجة الحقيقة أنه توصلوا للنانوفيل يلي الحقيقة حجم الجزيئات كان فيه 5 لـ100 نانومتر. الميني فيل والميدي فيل مايكرو هايبريد أو نانو هايبريد، هون نحن نحكي عن جزيئات 40 نانو تقريبا، وجزيئات مع الميني بتكون 6 بالـ10 لـ1 ميكرون، مع الميد فيل 1/10 ميكرون. الحقيقة نحن نركز بشكل أساسي يعني بعيدا عن هذه التفصيلات على فكرة، على أنه فكرة الانتقال من الهايبريد للنانو فيل الحقيقة عملت لي ثورة في الكومبوزيت، خصوصا مع ظهور فكرة النانو كلاستر اللي صارت تمكنني أنه أعمل أنه نوع من المجموعات الجزيئات اللي تعطيني حجم للفيلر مناسب وتقللي تقلص تصلبي للماتريكس، والجزيئات الناعمة اللي كانت تعطيني خصائص بصرية عالية اللي كانت تتواجد بشكل منتظم. فصار في عندي الحقيقة خواص تألق عالية، لأنه النانو فيل نفسه بيعكس الضوء بيعطيني عمق تصليب أكبر، فصار في عندي تمرير ضوء أكبر بسبب الحقيقة سهولة تجمعها داخل البنية المجهرية. فصار في عندي إمكانية لأعطي مستويات فيلر أعلى، وبالتالي خصائص ميكانيكية وتجميلية عالية. مو بس أنه صار عندي خواص تجميلية جيدة وخصائص ميكانيكية جيدة، صار عندي خواص ميكانيكية وتجميلية أعلى من كل الأنواع السابقة. ايضا حصلنا على قابليه تنعيم سطح عاليه، لانه نحن عم نحكي عن جزيئات مثل ما شفنا في منتهى النعومه. طبعا الاطوال الموجيه للضوء نحن اللي بنعرفها هي تقريبا 2% لـ2 ميكرون، فهي الجزيئات بالتالي بسبب هذا الحجم اللي هي بتملكه هي الجزيئات لا تتفاعل مع الضوء المرئي، وبالتالي ما بيحصل لها انشطار او امتصاص ملحوظ. بالنسبه للنانو فيلر، نوع الفيلر كان هو من نوع السيليكات، نانو سيليكات كوليد سيليكا تقريبا بنسبه 5%،
وزن لتعديل لزوجة المعجون مع الكوارتز المطحون اللي تقريبا كان بنسبة حجم 65-70%. فبسبب هذا المحتوى العالي من الفيلر صار عندي أقوى مقاومة تقريبا 400 ميجا باسكال مقاومة انضغاط، صار عندي ضعف مقاومة التواء الحشوات الكومبوزيت المايكروفيل، صار عندي نعومة سطح أفضل من الكونفشنال، صار عندي ظلالية عالية على الأشعة. كل الخواص الإيجابية اللي كنت أنا بتمناها في الكومبوزيت صارت موجودة عندي مع النانو هايبريد ومع النانو فيل كومبوزيت. هاي الأسباب الحقيقة كلها تخلينا نعرف ليش حاليا النانو فيل والنانو هايبريد تقريبا هم الأنواع الأكثر استعمالا والموجودين في الماركت حاليا، والحقيقة مناسبين لجميع استطبابات الحشوات والترميمات الكومبوزيت اللي بنحتاجها في العيادة. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نتابع إن شاء الله في المحاضرة القادمة في سلسلة All About Dental Composite. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.